أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا قادم على زواج ووجدت من يقرضني، لكن أخشى أن تلحقني منة له، فهل يجوز لي في مثل هذه الحال أن آخذ بالتورق، أم الأفضل لي أن أتورع عن هذه المعاملة وأصبر، علما بأنني أخشى على نفسي من المعاصي إذا تأخر زواجي؟ إذا كنت تخشى على نفسك وفيه من يداينك الدينها الشرعية فخذ واستعن بالله وتزوج. إذا وجدت من يقرضك قرضا حسنا، أو من يعطيك بالتورق إذا كان عنده سلع للبيع وباع عليك منها بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره تستفيد من ثمنها، فإذا حل الأجل تسدد له، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم. وللحاجة أيضا، حاجة الناس اليوم تقتضي هذا، لأنه ما يوجد الآن من يقرض القرض الحسن إلا النادر أو القليل. فهذه المعاملة إذا توفرت شروطها، تكون السلعة عند الداين قبل العقد يملكها، إذا شريتها منه تقبضها قبضا تاما وتخرجها من مكانه إلى مكان آخر تبيعها على غيره، فلا بأس بذلك. نعم.